السلام عليكم أخواتي، تحياتي لكم أصدقائي أصحابي اللي يعرفوني اللي ما يعرفونيش. تحياتنا لأحبانا القدماء اللي كانوا معنا وافترقناهم، اللي راحوا كاين اللي هبطوا كاين اللي بدلوا البلدان. المهم خوتنا الجو ممطر، بدات الأمطار وهذا خير من عند الله، يعني اللهم صيبا طيبا. كما تعرفوا هذه الأيام يعني جو بارد، وخاصة هنا في بريطانيا وأوروبا. هنا الجو اليوم راهي حوالي 9 درجات، كان الجو يعني صافي، لكن الآن أصبحت تمطر. حابين ندير لكم هذا البث المباشر، يعني في تساؤلات سألوني عليها الناس لأهمية هذا اللايف، راح ندير لكم البث المباشر. وإن شاء الله النصيحة هذه اللي حبي يتقبلها واللي ما حبيش يتقبلها حر. كاين ناس مساكن يحليلهم، كاين الناس ما يعرفش يسمع النصيحة وكي تنصحوا يتعنت وما يسمعش. اللي يسمع مرحبا به، واللي ما يسمعش هو الخاسر. احنا ان شاء الله نمدوا النصيحه هذه، الناس يستفادوا منها، خاوتنا اللي ان شاء الله نصحوهم مقلوبنا ما نكتبوش عليهم. المهم خاوتي نخليكم على البث المباشر. كيما راكم تشوفوا هذا لندن اسمه ريجنس كانال، راح ندير لكم بث يعني خاوتنا لاهميه الموضوع. كاين بزاف خاوتنا سقسونا على واحد الموضوع، يعني الناس كاع يعرفوه والاعلام هضر عليه، كما سموه هنا يا بانيشا مسلم، يعني هذا الامر هذا هضروا عليه بزاف. هذا النداء لجميع الاخوه والاخوات هنا ببريطانيا، لمن اراد سماع نصيحتي يا خوتنا. نصيحتي خاصه للسيدات، كما تعرفوا الاعلام زاد شويه على الموضوع هذا، هضروا عليه بزاف والمساجد هضروا عليه، يعني لذلك حبيت خوتي سقساوني عليه، لذلك حبيت نوري لهم هذه النصيحه ننصحهم ان شاء الله ونقدر ننصحكم. خوتي يعني كما تعرفوا الناس بزاف سمعوا بالخطابات والرسائل اللي استلموها الناس هنا في بريطانيا، اكثر من 6 رسائل. كاين الناس يونسوا روحهم يقول لك لا 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 لا، المشكله انه الناس كبار ولا النساء بالحجاب، على كل حال هذا ما يمنحهمش باش يخرجوا. لكن كما تعرفوا ان العنصريين يعني هذه بالك ربما شخص واحد دارها، بالك مش مجموعه، لكن الاعلام كبرها وكاين الناس ربما زادوا عليها شويه، فهمتوا خوتي؟ فمثالا عمده لندن تهضر عليها امس، الخطب تاع الجمعه عليها، كاين وقفه في كل بلديه، ربما بلديات في لندن داروها عليها، وكاين وقفه في بلديه إسلينغتون يوم 3 افريل، وهي يوم هذا اليوم المزعوم اللي هدوا به المسلمين، يقوموا به يعني ناس مسلمين وغير مسلمين، والمسلمين غير المسلمين قاموا بهذا، راح يقوموا بهذه الوقفه تعاطفا مع المسلمين لان لديهم اصدقاء مسلمين وهكذا، لان هنا القانون فوق الجميع والشرطه راهي تتبع في القضيه هذه، اخذوها يعني بجديه. يعني خوتنا نصيحتي لخوتي اللي يخرجوا برا هي تاخير الحذر، عدم السير في اوقات متاخره من الليل، عدم التواجد في اماكن يعني مزدحمه، وفي حالة يعني إذا تهديد أو كذا عيط الرقم الشرطة يعني مباشرة 101 وهكذا، يعني هذه الأمور يعرفوها الناس. لكن المشكلة وراهي كاين الناس يقول لك لا لا عادي وما ندمعهم يتمسخروا بينا، والله أنا نشبه القاوري وكذا وحكاية التافهة. يا أخونا هذا الأمر يهمك أنت كمسلم، هذه قضية عنصرية ما عندهاش لك تشبه ولا ما تشبهش، فهمت؟ فالأمر يعني ناخذوه بجدية، وتصوروا يعني الحمله اللي راهي تشان على جيريمي كيربين. جيريمي كيربين هو رئيس حزب العمال، غلط كلمه في التصريح، يعني ما عنده حتى عنصريه، طاحوا عليه ووصلوها ولاو يعني من ولاو ضحايا. لذلك انتم يا مسلمين خاصه ابناء الجاليه اللي دائما ما يتوحدوش، دائما يتكالبوا، دائما ياكلوا بعض في لحوم بعضهم، واحد يقول لك قالوا ما قالوا على حاجه تافهه. يا خوتنا يا جزائريين يا مسلمين، تقوا ربي في نفوسكم وكونوا رجاله، فهمتوا؟ تخاوا وترفضوا بعضاكم، واحد يقطع في واحد قاعد يعني سبحان الله، يعني حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. الناس يعني تهم لبعضها، واحد يقطع في الاخر، واحد يقولوا قالوا وقالوا 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 قالوا في بريطانيا، عايش في اوروبا، ارفع المستوى تاعك، الارض الله واسعه، ارفع راسك، اقرا، تعلم، دير الخير، قالوا قالوا، وبعد نهار تموت يحرقوك ولا يلمدولك. مسكين، يقول لك مسكين مسكين اخي، ابقى مع الجماعه تاع كون خاف ربي يحفظ لسانك، احفظ لسانك، اتقي الله في نفسك، انت مسلم ولا وش تكون انت يا اخي؟ اتقي الله في نفسك،
اتقوا الله في عرض الناس، اتقوا الله في خوتكم. يعني حرام عليكم واحد تاكلوا في الناس هكذا، تاكلوا في خوتكم موتى، واحد تهضروا الحكايه تاع القاوي وتاع الاخر. اتقوا الله، قالوا ما قالوا، قالوا هذه جات تبع لها. انا هاجرت من البلاد قريب 30 سنه، مازال تبع فينا. قالوا 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 واش قالوا؟ تربوا شويه يا الله. حنا شويه خوتنا الجزائريين طيبين، لكن حنا متاخرين كاع في العالم. اسمحوا لي، حنا يا شوفوا الا ما رحم الله، تجي تخدم يكسروك، تجي تدير الخير ما يخلوكش، يقول لك حاب هكذا يدير هكذا هكذا. يا خوتنا خافوا ربي، واحد هنا هاجر راهي مده، هاجرنا كل واحد واسبابه كيف هاجر، كيف خرجنا، كيف درنا، كيف تغربنا، راهي امور بعيده. جبت الهم تاع الجزائر، عندك مشكله ماكش قادر في اوروب اهبط، فهمت؟ ماكش قادر كابابل كيما نقولوا، راه ارقاز كيما يقول خوتنا القبائل، اهبط البلاد اخويا، ما تجيش في ناس بنت تاع البلاد تجيبوا لي هنايا. ماكش مربي، ماكش مخلق، تخلق، روح تقرا، تربى. هذه الناس اسكت، تأذي الناس بدون سبب. المهم خاوتي راح نخرج على الموضوع. المهم خاوتنا ردوا بالكم، وخاصة النساء ردوا بالكم، ما تمشوا في أماكن يعني ظلمة والله فيها الاكتظاظ، وخاصة يعني الأمور فيه الأسيد هذا، الأسيد هذا الماء البارد. يعني راهم داروه هنا الحكومة، داروا قان اسمه الليغال، أصبح كي سلاح. لذلك نحذر خاوتي، خاوتنا هذه حملة إن شاء الله تمر، وإن شاء الله إحنا المسلمين ماشيين نبقاو في ديارنا. يا أخي نديروها يوم، يا أخويا عرض واحد ادعيه، هضر معاه. كاين ناس مش فاهميننا وحنا مش فاهمين. لذلك ما تكونش دائما القهاوي، تجمع في القهاوي وحياتك كاع على قالوا ما قالوا، قاعد غير في القهاوي، قهاوي بالقهاوي وانت ولا شيء. خالي اخي قدم حاجه واش تقدر ديرها، نصح، هضر مع واحد فهمه، قدم له ورده، قدم له اكل اذا كان قدامك، اذا تقدر تديه لدارك اديه، فهمه، فهمه على الدين، لانك مسؤول يا اخي، تراك هنا مده سنوات، دير واش تقدر دير يا اخي. عامل الناس بخلق، بابتسامة، ولو يعني شوف كلمة طيبة صدقة. ديننا يا أخي، ديننا إسلام، يعني دين السلام، دين المحبة، دين الأخوة، ولا شك ده بيناتنا. احنا بيناتنا كذا هاملين، يعني شوف الوضع تاعنا كيف كارثي في كل دولة. فيعني الناس يا ريت انت تكون سفير دينك، سفير بلادك، وهكذا يعني متكون متخلق أخلاقك. وهكذا خوتنا هذا ما عندي نقولكم، وربي يحفظكم، دعونا معكم ونفق في القلب دعواتكم، وربي يحفظكم خوتنا، واسمحوا لنا على انفعال، اسمحوا لنا. تحياتي لخوتي اللي يحبوني، اللي يعرفوني، اللي ما يعرفونيش، واللي دخلنا بيوتهم بدون استئذان، وكاين الناس اللي يحبونا في الله بدون نلتقي معاهم ولا شفناهم، لكن القلوب مع بعضها. الجنود كما نقولوا الارواح جنود مجنده، انسان يعرف الراجل والراجل تعرف الراجل والرجال تعرف الرجال، كل واحد يعرف صاحبه، فهمتوا خوتي؟ المهم خوتي ربي يجازيكم، وربي يجمعنا ان شاء الله، فهمت، يجمعنا بالخير ونتلاقاو بخير، وراهي تمطر ان شاء الله، اللهم صيبا طيبا. ربي يبعد علينا الاولاد الحرام، ربي يبعد علينا الحساد، ربي يبعد علينا الظلمه، ربي يبعد علينا الناس اللي يحسدوا بعضهم على ولا شيء، ربي يبعد علينا كل هذا الناس يا خوتنا، راهي الناس يضربوا في بعضهم على والو. يا خوتنا الجزائريين، يا المسلمين، قالوا هذه لا هي لا شرعا ولا قانونا ولا والو. قول لك قالوا ما كاش منها هنا في بريطانيا، يقول قالوا الدين تاعنا قالوا ما كاش منها. كنت انا واحد النهار في واحد الشيخ هذا جا واحد العالم سقساوه، راهم يقولوا قالوا 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 يا جماعه، قال لهم قالوا هذه اي ما كاش، اذا شفت الشمس، شفت الشمس كي يطلع شوفها بالدليل، ماشي قالوا 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 يا اخي، قالوا هذه لا، سبحان الله يا جماعه، قالوا اتقوا الله في انفسكم. والناس هذه اللي تصلي، علاه تصلي؟ مالا تصلي غير باه تصلي والله، كيفاه تصلي ودير لي كالا على بالك كالا وش هي شما تصلي؟ هذه ديجا حسك زبل، جهد نفسك اخويا، بطل الشماله كيف حل، مع احترام الناس يشموا ربي يهديهم، ها فهمتوا خاوتي؟ انا بالمناسبه ما شميت، ما تكيفت، ما شربت شراب، فهمتوا خاوتي؟ الجسم السليم في العقل السليم، وربي ان شاء الله يدينا هكذا كيما رانا، ولا خطأنا مع الناس اللي خطأنا معاه يسامحنا، وهذا ما كان خاوتنا، اي واحد غلطت معاه يسامحني. وخاوتي خطكم الظلم لبعضكم، تحابوا تخاووا وهكذا. بالنسبه لي ما شافش قوس قزح في بريطانيا، هاولي قوس قزح في لندن. تحياتي لكم. شوف الناس تجري، الناس تدير في الرياضه، الناس واحد ما يطلع، واحد ما يشغل بواحد، عايشين على الهامش. قالوا شعب غير قالوا تحراش مستوى داني، ويخليكم تلاو بعضكم، تشتغلوا غير بعضكم، تبقوا هكذا
من بعد كي تموت على بالك، على بالك دعوة الظالم هذه، دعوة المظلوم تبقى دائما فيك إلا إذا طلبت منه السماح واسمح لك. وبين الظالم والمظلوم يعني واحد ظلمته راه ليس بينه وبين الله حجاب يا ظالم. كلمة حسبي الله ونعم الوكيل أي وعرة، هي تطلع ديركت، ربي يتقبلها من المسلم والله الكافر والله أي شخص، لأن ربي عز وجل ما قاش المسلم والله الكافر. إياكم والظلم، ربي حرمه على نفسه، لأنها يعني ربي عز وجل جعلها بينه وبين الله ليس لها حجاب دعوة المظلوم. فهمتوا خاوتي؟ أخويا بارك الله فيك يا زهير، الجسم السليم في العقل السليم، في الفكر السليم، في التفكير السليم، كلها سليمة أخويا سليم، حياك الله. المهم خاوتي بارك الله فيكم وسمحوا لنا، هذا هو خاوتي، ذكر خاوتي وذكر نفسي وإياكم. ربما يوم الثلاثاء هذا يوم الانتقام، سموه يوم الانتقام من المسلمين هنا في بريطانيا، هذه ربما قام بها شخص واحد حبي ولا عنصري، بلك موش منا كاع، بلك رسائل جابوها بعثوها من جهة أخرى، ربما قام بها شخص مريض، ربما عنصري صح، لكن الواحد ما يستهزاش بهذه الأمور ويديها من باب الجدية. خوتنا كي تخرجوا خاصتنا خوتنا الملتحين، خوتنا النساء الكبار، هذا اليوم اللي ما يقدرش يخرج ما يخرجش، لكن ما يمنعكش الناس تمشي، وإذا قادر على الآخر امشوا جماعة وبعدوا على بعضكم، بعدوا ما تبعدوش على الأماكن اللي فيها اكتظاظ وفيها المشاكل والأماكن اللي موجود فيها العنصرية. المهم خوتي الشرطة راهي تعسف الناس، والأمر هذا قلت لكم أنا ماخذوه بجدية، وهكذا يعني مش هكذاك برك، لأن الأمر هذا أول مرة يحدث هنا أحداث أمور وأحداث أمور، لأن كاين الناس مولودين هنا، الناس عندهم علاقات هنا، تزاوج، راهي الحالة يعني مش هكذاك. فهمتوا خوتي؟ بالمناسبة نذكركم في يوم 3 أبريل أمام مقر بلدية إسلينغتون تكون وقفة قم بها ناس أصدقاء للمسلمين، كذلك جماعة من المسلمين، إن شاء الله يكون العدد كبير، وهكذا إن شاء الله حتى نبلغكم ونكونوا حاضرين إن شاء الله. ربما هذه كانت في جميع البلديات هنا اللندنية، وعددها 32 بلدية، ربما كذلك في المناطق كما نقولوا خارج لندن إلى آخره. ربي إن شاء الله يحفظنا ويحفظكم خوتي ودعواتكم لنا، وما نحن إلا بشر خوتنا، نخطئ ونصيب. السلام عليكم.